مبسوط ان احنا شفناك في شركة استثمار عقاري. في البداية عايزك تكلمين عن حضورك النهارده. مبسوطة جدا النهارده بالحضور ومبسوطة بالتنظيم، كل حاجة ما شاء الله حلوة جدا، وخصوصا كمان مبسوطة عشان حمائي. ناوية على ايه انت وحمائي؟ لا، متطور جدا جدا جدا، ومدن كتيرة جديدة مالية البلد، والعاصمة الإدارية الجديدة، ولا ما شاء الله في تطور جامد جدا في البلد، وعشوائيات كمان راحت وبقى بدلها كومباوندز وحاجات حلوة، فلا في تطور جامد جدا في العقار في مصر. طيب يا سيدي شكرا، كفاية. أي عقيل لو معاه فلوس كتيرة جدا هتستثمرها في العقارات ولا تستثمرها في الفن؟ في الاثنين. فن وعقار الاثنين مع بعض. الاثنين؟ الاثنين. عملت سايكوباتي وهاجمت الرجالة وبرضه الرجالة حبتك. لا مش للدرجة دي. ليه كنت بتهاجم الرجالة؟ والله أنا ما هاجمتهمش ولا حاجة، بس في نوع من الرجالة كده سايكوباتية. شايفين نفسهم قوي وحاسس ان هو سبع السباع ومفيش غيره في الدنيا، فلا خد على عينك. مش الكلام ده خالص. ربنا يهد المفتري يا شيخ. امتى الراجل والست يتفقوا مع بعضيهم؟ دايما مختلفين، امتى يتفقوا مع بعض؟ لما يبقى المصلحة واحدة. نفسنا نشوفك في عش الزوجية، نفسنا نشوفك كده في لاف ستوري. اوه يا يعمل ايه اللي ياخد الوهله الاولى بتاعتك ويخطف قلبي؟ لا مش عارفه بقى، هو يعمل حاجه انا ما اتوقعهاش عشان يخطف قلبي؟ ما هو لو عمل حاجه انا اتوقعها مش هيخطف قلبي. لما راحك احنا في الطريق يا بنت. اهم حاجه يكون بس شخص حنين، تي ربنا فيا يحبني، بيكون بيحبني بجد مش بيحبني عشان اي حاجه يعني، بس ده اهم حاجه، بيكون يعني حلو كده وحلو. ايوه قول لي حاجه من اللي ربنا كتبها علينا، حاجه قولها. تهتم بالشكل ولا اهم حاجه يكون شخصيته حلوه؟ لا اهم حاجه الشخصيه وبعدين الشكل، يعني انا اللي في المقام الاول عندي الشخصيه، بعدين الشكل ده يجي بعدين بقى، هو مهم. لا الشكل ماشي. لا يعني يكون شكله حلو، بس اهم حاجه بالنسبه لي الشخصيه. وانا اللي فاكرك مؤدبه. عايز اتكلم بقى على الاطلالات. دايما اطلالاتك بتبقى غريبه شويه، النهارده شايفينك بتطل علينا بطله كلاسيكيه هاديه. انت بتهزر يا ابني. اختيار مين؟ لا ده اختياري انا، يعني انا بحب، بص انا بحب اركب حاجات كتير على بعضها، ممكن كلاسيك على سواري او سواري على يعني كده، بس في الاخر بيطلع شكل مش بيوجع العين يعني، فانا بحب اخترع. يعني مثلا الشوز مثلا هو كاجوال عادي يتلبس خروج وبتاع، فلبسته على فستان سواري شويه، مش سواري قوي اللي هو ميديم في النص، يعني عمل ستايل شكله جديد يعني شويه. يا زين ما اخترت. الترند الاخير بقى منى شلبي، الناس حكمت عليها بالاعدام من غير ما تعرف ايه الموضوع، وكانوا بيهاجموها جامد جدا، شفت برضو الموضوع ده عامل ازاي؟ والله شفت كل ده، يعني حريه شخصيه وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، في الاخر ربنا هو اللي بيحاسب الناس، يعني ما ينفعش انا احكم على حد او انت تحكم على حد، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه في الاخر، يعني ما لناش دعوه بحد من الاخر. هنعيط من الايمان والتقوى. انا حسيت انا مش عارفه اغني وحماقي بيغني، يعني ما ينفعش حماقي يغني وانا اغني. انا بنسحب من الفرح ده. تنسحب منين يا؟ ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش. ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا معرفوش. يا سايب اراضينا ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش. قولي مين هيملى في يوم مكانك؟ قولي مين يعوضني حنانك؟ قولي مين؟ مين؟ ما انت يا ابني اللي قتله في حزني. قولي مالك؟ قولي مين؟ والله ما انا استاذ. لما يبقى عندنا مواهب زي آية عوكيل وغير آية عوكيل الكثير، ونلاقي مثلا حد زي انتش وجري بيعمل أغنية، حد زي محمد عامل النظافة بيعمل أغنية، وفي جهات إنتاج بتنتج له، رغم إن إحنا من الجانب الآخر عندنا نجوم ومحدش بينتج لهم، ده ما بيأثرش على فنك؟ ما بيأثرش عليك بشكل شخصي بتقولي لأ؟ بيأثر جدا، بيأثر جدا جدا جدا، اللي هو أنا طب أنا بقدم إيه؟ يعني بقدم لمين؟ ليه أتعب أصلا على شغلي؟ ولا ليه أفكر حتى إن أنا أنجح؟ ما دام يعني هم دول الواجهة بتاعت مصر، وهم دول الناجحين، هم دول الترندات، وخلي بالك هم مش ترندات صح؟
هما ترندات عشان الناس تتريق عليهم، يعني ترندات بطريقه سلبيه مش طريقه ايجابيه، فبيأثر. بس في الاخر بقول انه وقت كده ياخدوا 3 4 ايام ويروحوا لحالهم زي اللي قبلهم عادي يعني. لا لا مش مطولين ولا حاجه، خلاص هما بيخلصوا، ما عندهمش حاجه يقدموها اصلا، عمرهم قصير. عمرك في حياتك فكرتي تركبي الموجه؟ لا عمري، لا 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 عمري. بص مره واحده عملتها بس يعني حسيت ان لا بتجيب تفاعلات جامده جدا وبتعمل فعلا صدى، بس بعدين لقيت الموضوع لا، يعني انا انجح بذاتي باسمي بشخصي بشغلي افضل بكتير.